ما شايفين عم نحكيكم من البيت. بتعرفوا هالفترة الأوضاع كيف عم بتكون، عم نكون مضطرين نقعد بالبيت من وراء هالفيروس الكورونا اللي بعدنا مش عارفين كتير عنه، وخوفنا منه خلينا إنه نقعد بالبيت. هالخوف اللي تقريبا مسيطر على الكل، يمكن البعض بس مش عم بعده هيك عم بيتحرك، بعده مش اخذ القصص جدية، بس الأكترية صاروا قاعدين بالبيت خايفين من الفيروس، خايفين من المرض، خايفين من الموت يعني بالنهاية. فمن هالأجواء حبينا انه نعمل حلقة، هالحلقة القصيرة نستقبل فيها الأخصائية بعلم النفس جوليانا كنعان لحتى تحكينا أكثر عن الخوف. وهلأ رح أبدأ أول سؤال مع جوليانا. جوليانا، بدي أسألك عنه، هو هل هالخوف اللي عم نحس فيه هو شيء مبرر، شيء طبيعي، ولا عم بيتبالغ فيه؟ وهون فينا نحكي عن الإيبوكوندريازيس أو الخوف من المرض. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هاي فابيان، كمان من البيت رح نحكي أنا وياك شوي عن موضوع كورونا والصحة النفسية. رح نبلش أول شي لجاوبك عن قصة الخوف يلي هو كتير طبيعي وكتير مبرر حتى لدرجة القلق، لأنه هالفيروس هيدا على كذا صعيد نحن ما بنعرف عنه شيء، ما بنعرف عنه كتير إشياء إذا بدك، الكان على الصعيد العلمي والكان على الصعيد النفسي. على الصعيد العلمي كل يوم عم تطلع اتيودات جديدة، دراسات، اشي عم تخبرنا عن الفيروس. هيدول اشي مفروض نحنا نحطهم بمحل يطمننا، بس العالم عم بتخاف لانه هيدا فيروس جديد. وعلى الصعيد النفسي كل فترة عم يطلع عنا انه اشي نحنا لازم نكون عنا حجر منزلي، هلأ عم نكون كل الوقت بالبيت، هيدا شي عم بيسبب لنا قلق لانه عم بيضرب كتير من مفاهيمنا الاجتماعية والعلاقية، يعني علاقتنا بالاخر عم تتهدد، وهيدا الشي نحنا مش معودين عليه قبل. والانسان بنعرف انه هو دايما عدو الاشياء اللي بيجهلها، فهون نحن لما بنجهل هيدا الفيروس وبنجهل كيف بدنا نتعاطى معه بالطريقة المضبوطة، هيدا الشيء بيزيد القلق وبيزيد الخوف، وهون بنكون نحن بالقلق والخوف الطبيعي. بس بدنا نعرف انه هيدي مرحلة وبتقطع، ما رح تضل دايما، لحتى نقدر نساعد بعضنا ونساعد حالنا. سألتيني كمان عن الإيبوكوندريازيس إذا هيدا الشيء بيتعلق بهيدا الفيروس. بالواقع هيدا لا، لأنه نحن لما بدنا نقول إنه في عنا إيبوكوندريازيس في شيء منا كتير دقيق، يعني يلي هو إنه الإنسان بيكون عم بحس بالعوارض وعنده إياهم، بيفكر فيه، بيفكر إنه هو عنده إياهم، وبذات الوقت بيكون في تطمينات من الحكيم، بيكون في تطمينات على الصعيد الصحي بالفحوصات يلي عنده. أو نحن هون ما عنا هيدا الشيء، نحن هون خايفين كل الوقت على وجودنا، خايفين على الموابو، خايفين على الأنا يلي نحن، الأنا اللمس، الأنا الوجودي، لأنه أنا علاقتي بالآخر بتبلش بالسلام، فهون أنا عم تتهدد هيدا العلاقة معه، عم تتهدد علاقتي الاجتماعية مع أهلي. هلأ من فترة كان في عنا عيد الأم، ما حدا قدر يروح يعيد أمه مثلا، أنا بدي استفيد من هيدي الفرصة لحتى عيد ماما وعيد حماتي وعيد كل الأمات بلبنان، وأكتر شيء أمات المسعفين يلي هن بالمستشفى يلي ما قدروا يروحوا يعيدوا أماتهم، أنا بدي عيدهم كلهم. وبدي أقول لكل أم هي بالبيت هي السلاح القوي والسلاح الفعال يلي نحن رح نقدر فيه نتخطى هالفيروس ونتخطى هالأزمة، لأن هي رح توصلنا المعلومات المضبوطة وتساعد عائلتها لحتى تقدر تتخطى هالأزمة. هلأ جوليانا بدي أسألك عن الترسب، يعني الخوف اللي عم نحس فيه مثل ما حكينا، هل الخوف اللي ما بعرف إذا مبالغ فيه عم يتحول لترسب؟ يعني وقت نطلع من البيت مننتبه على أنه نكون حاطين الكفوف، نكون حاطين الماسكات، منجرب وقت نلتقى بعالم يضل فيها المسافة، يعني في مسافة صارت خلص موجودة بين كل شخص. هيدا الخوف عم بيتحول لترسب، حتى بعثوا لي فيديو مهضوم من الصين عاملينه على طريقة مزحة أو نكتة، إنه كل ما حدا التقى بالتاني بجرب يهرب على بطريقة مزحة ويبرموا وقتها يلتقوا ببعض، لحتى كمان هيدا من الخوف.
فهيدا تسرسو يعني اجا ببالي هيدا السؤال انه ممكن يضل، يعني انا حاسة انه ممكن يبقى لمن بعد هيدا المرحلة. كيف الواحد بده ينتبه انه ما يخلي هيدا الخوف اللي هلا يمكن طبيعي بمطرح من المطارح يتحول لتسرسو من بعد هيدا المرحلة؟ شو نصيحتك لنا جوليانا؟ هلا هذا الموضوع كتير كتير هلا عم يشغل بال العالم، يلي هو اذا نحن عم نغسل ايدينا كل شوي، اذا عم نكون هذا شيء وسواس، ولا اذا نحن عم نقدر ننقل هالوسواس لاولادنا، او اذا نحن عم نتصرف بطريقه مزبوطه او لا. نحن هون كتير مهم نعرف انه نحن افكارنا بتتحول لكلمات، وكلماتنا بتتحول لتصرفات، تصرفاتنا بتتحول لعادات، وعاداتنا بتميز شخصيتنا، وهذا الشيء بصير بحدد مستقبلنا. بالنسبة لهلا هيدي الأزمة، لأزمة كورونا، نحن مضطرين إنه نكون عم نغسل إيدينا، لأنه كل الدراسات أثبتت إنه تنقدر نحارب هيدا الفيروس من أهم الأشياء يلي المفروض نحن نعملها هي غسيل الإيدين. يعني إذا أنا بغسل إيدي كذا مرة بالنهار وكذا مرة بالساعة، هيدا منه أنا إنه أنا عندي وسواس. هلا في كتير ناس اللي اصلا بريديسبوزين، يعني اصلا بيقدروا يكونوا عندهم، بيقدروا يعملوا هالمرض ويكون عندهم، بس هيدا الشيء مش بسبب فيروس كورونا، بسبب ضعف شخصيتهم او بسبب مشاكل بشخصيتهم هن بيقدر يصير عندهم هيدا الشيء. فاذا نحن حسب كيف نحن عم نتعاطى مع هيدا الموضوع بيقدر يكون عندنا يصير وسواس يا اما ما يصير. بس كتير مهم نعرف كمان انه هيدا الشيء نحن هلا بالوقت الحاضر مضطرين نعمله، وهذا الشيء نحن بدنا نقوله لحالنا كل الوقت انه نحن بس هلا رح نعمل هيك، وهيدي فتره صغيره ورح تقطع، وهي فتره صغيره ونحن رح نتخطيها. لانه اذا نحن بقينا عم نفكر بذات الفكره كل الوقت كل الوقت، عنا ذات الافكار، عنا ذات الاشياء عم تزعجنا، ذات الاشياء عم تتكرر، هون نحن بنفوت باشياء اوبسيسيونيل كومبولسيف، يعني بنقول نحن الوسواس القهري. بصير هيدا نتاثر في تتاثر في شخصيتنا بعد الكورونا. دونك نحن هون لازم ننتبه على هيدا الاشياء، وننتبه مع اولادنا كمان، لانه ببعض الاوقات هالانزايتي يلي عندهم، هالقلق يلي عندهم، بيقدروا ياخذوه على قلق قهري ليقدروا يظهروا هالطاقه يلي هن موجوده عندهم، ويصير هيدا الشيء بيضايقهم ويتحول لشيء مرضي من بعد هيك. فاذا نحن هون لازم نحدد هيدي الافكار ونقدر نوقفها ونقول انه هيدي مرحليه، نعمل ادراك للموضوع لحتى نقدر ما يصير عنا شيء بشخصيتنا يكون مأذي من بعد هيدي الازمه، ونقدر نكون تخطيناها صح. وهلا جوليانا رح اسالك السؤال الثالث، واللي هو بيحكي شوي عن المرحله اللي نحن عايشين فيها هلا. يعني كلنا قاعدين بالبيت بس راسنا دايما عم بيشتغل بهيدا الفيروس، منضلنا شي على الواتساب، شي فيديوهات، شي اخبار، لحتى نشوف شو اخر يمكن عدد الاصابات ان كان بلبنان وان كان بالعالم، او نقدر نشوف اذا في معلومات جديدة عن هالفيروس، منعرف قد ايه عم بيتغيروا المعلومات. فالعالم دايما بالاجواء، هذا الموضوع قد ايه ممكن انه عم بيكون مبالغ فيه بالاول، يكون دائما هذا الموضوع شغلنا هالقد، واذا عندك شيء نصايح لحتى تقدري تساعدينا كيف نلهي حالنا عن هالمواضيع، يمكن شو نعمل، كيف نقضي وقتنا ما نكون كل الوقت لهيين حالنا بالاخبار تبع الفيروس. يعني اوكي يمكن ضلنا عم نطلع على هيدي الاخبار، بس يكون في بنهارنا اشياء تانية نعملها تساعدنا نطلع من هالاجواء. شو هن نصايحك لنا جوليانا؟ بدنا نعرف هون انه نحن قدام عدو، نحن مع عدو بدنا نواجهه. هيدا العدو بيجي على سيستم المناعه لانه هو فيروس. اذا انا كانت مناعتي النفسيه منا منيحة رح تأثر كتير على مناعتي الجسدية، وهذا الشيء مثبت علميا، مثل ما مناعتي الجسدية بتأثر على مناعتي النفسية. خلينا نجرب نحصن حالنا ونحصن مناعتنا النفسية فنقدر نحن نواجه هذا الفيروس، حتى لو لقطناه لا سمح الله، أو لنقدر نحصن جهاز مناعتنا يكون عنده دفاعات كتير قوية ضد هذا الفيروس.
فإذا نحن إذا بدنا نحسب حالنا كأنه نحن ببحر غرقانين، وفي عنا كتير أفكار، وفي عنا كتير خوف، وفي عنا كتير قلق. إذا نحن ما قدرنا نكون قوية نغرق، لازم نتسبب بشي يكون قوي يلي هو المعلومات الطبية المزبوطة، ما نقعد نسمع لمين ما كان ونسمع من حيالله مطرح. ضروري نعرف مصادر الأشياء اللي عم نسمعها ومصادر الأشياء اللي عم توصلنا، وكتير مهم إنه نحدد من التطليق، من إنه نحن عم نطلع كل الوقت على وسائل التواصل اللي عم تخبرنا عن أشياء نيجاتيف، خلينا نشوف الأشياء البوزيتيف. يعني نحن بنشوف إنه نحن دايما عم نوعى، وعم نشوف كم مريض صار في هلأ، كم حالة وفاة صار في، ولا حدا منا بيطلع على كم حالة شفاء صارت، أما حدا منا بيطلع قديش الصين عملت تقدم. كلنا عم نشوف إيطاليا شو عم بيصير فيها، وما شفنا أبدا إنه إيطاليا مثلا هي من المجتمعات يعني عندها شيخوخة كتير كبيرة، مشان هيك صار عندها نسبة وفاة كتير عالية مثلا. دونك خلينا نشوف الأشياء اللي كتير بوزيتيف، ما نتطلع على الأشياء النيجاتيف. خلينا المحل يلي موجودين فيه يلي هو هلا نحن بالبيت، خلينا نحول هيدا المحل لمحل كتير حلو نقدر نكون عايشين فيه، فينا نقعد فيه، فينا نظبط، فينا نعمل، فينا نحط اشياء صور حلوة تذكرنا باشياء حلوة قبل صايرة، فينا نقعد نلعب مع اولادنا، فينا نقعد نتسير مع بعضنا. نحن كل الوقت هيدول الاشياء كنا فاقدينهم قبل ما صار في هيك، خلينا نستفيد منهم لانه رح نرجع حياتنا الطبيعية بعدين، ورح نرجع نفتقد لهول الاشياء. وفي شغلة كتير مهمة يلي هي التعبير عن مشاعرنا. التعبير عن المشاعر هو شغلة كتير أساسية، لأنه بتحفز جهاز المناعة عنا، المناعة النفسية، مشان ما نقدر نحن نكون مكبوتين وزعلانين ومقهورين. فإذا سوا نحن بدنا نتخطى هيدي المرحلة، وسوا بدنا نقدر نطلع منها أقوى، لحتى نقدر يكون عنا مرونة ومناعة نفسية تنكون نحن أحسن، ونروح على مجتمع أفضل، ونكون نحن الموديل للأجيال يلي جاية، لحتى يعرفوا إنه نحن جيل تخطى أزمة كتير كبيرة، تخطينا وباء وقدرنا نطلع منه بقوة وبصلابة وبمحبة. فإذا أهم شغلة هون إنه نحن الآليات الدفاعية يلي بنستعملها نعرف كيف عم نستعملها وين. يعني من أهم الآليات الدفاعية يلي فينا نستعملها هلأ هي الانتلكتواليزاسيون يلي هي العقلانية، إنه نحط نحن العقل بكل تصرفاتنا، بالأشياء يلي عم نقريها، نقدر نقرأ الأشياء المضبوطة، نقدر نعرف أي يعني أهم شيء نلتزم بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لحتى نحن نقدر هالفكرة يلي نحن عنا إياها الخوف نقدر نوقفه، إنه أوكي أنا خايف ما فيني أوقف أفكاري وأقول لأ ولا ما بدي خاف، لأنه الخوف مثل ما قلنا بالأول هو شيء كتير طبيعي. بس لما بتجيني فكرة الخوف أنا لازم أوقفها بالعقلنة، حط كل شيء بالعقل، حط إنه أنا عم بعمل كل الوسائل يلي لازم، قاعدة بالبيت عم بنتبه على كل الإرشادات، لما عم بظهر عم بحط ماسك وعم بلبس قان، عم بستعمل المواد المعقمة يلي مطلوبة، والأشياء كلها يلي عم توصلنا من وراء وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية والإرشادات كلها. فإذا أنا محمية وعم بحمي عائلتي بالأشياء يلي أنا مطلوبة مني. فإذا هيدا الخوف أنا هون بعمل له عقلاني هيك بخففه لحتى يقدر يبلش يخف ويبطل يعمل لي أفكار تقدر تضايقني وتقدر تأثر علي سلبا، وتأثر على دفاع جهاز المناعة تبعي النفسي، وبتأثر على جهاز المناعة تبعي. فمشان هيك نحن كتير مهم إنه نعرف شو عم نقرأ وين عم نقرأ، ونلتزم بالإرشادات المطلوبة. يعني ميرسي جوليانا على هالمعلومات الحلوة والمفيدة لإلنا، خاصة بهيدي المرحلة. ولنرجع هيك مشاهدينا نلخص شو إجا بهيدي الحلقة. الخوف هو بهيدي الفترة خوف مبرر، لأنه العدو اللي عم نحكي عنه اللي هو الفيروس كورونا بعده ما كتير منعرف عنه. كرمال هيك لازم نقوي حالنا بالمعلومات اللي عم نحصل عليها، أكيد ننتبه على المعلومات والمصادر اللي عم نحصل عليها تنكون أقوى وما نخاف. هيدا الشيء اللي قلت لنا إياه جوليانا كمان بالحلقة. أهم شيء كمان الوسواس، ما نخاف إنه نحن نكون كتير عم نتوسوس. هيدا الشيء طبيعي إنه نغسل إيدينا، إنه نحط الماسك، نحط كفوف، هيدا الشيء طبيعي. ولازم كمان نفهم أولادنا إنه هيدي مرحلة وبتقطع، يعني هيدا الوسواس شوي بالنظافة
لازم يعرفوا الولاد انه هيدي مرحله وبتقطع. كمان مثل ما قلنا ومثل ما نصحتنا جوليانا انه نعرف كيف نقطع هيدي الفتره، نكون بوزيتيف اكثر، هيدي اللي دائما بندعيها، وخاصه كمان بهيدي المرحله يعني نجرب مش دائما مقضينا اخبار ونشوف شو عم بيصير بقصه الفيروس، فينا نطلع شوي من الاجواء انه نستفيد من هالقعده بالبيت اللي يمكن رح تخلص على السريع ونرجع لحياتنا العاديه. فنستفيد من القعده مع الاولاد، نستفيد انه نرجع يمكن نشوف اشياء مش عاملينها قبل، ف خاصه مثلا صور، نتفرج على صور قديمه، يعني في كتير اشياء نعملها حتى نحن وقاعدين بالبيت. فهذه هي كانت حلقتنا لليوم، ان شاء الله يكونوا هالمعلومات حبيتوها، وان شاء الله بنرجع نلتقى فيكم تكون اوضاع احسن. باي.